أهلا بكم. أطلق نشطاء مصريون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولات أخيرة لإنقاذ الناشط السياسي المصري أحمد صلاح، الذي تنوي السلطات في كوريا الجنوبية تسليمه إلى القاهرة بناء على قرار سول الذي اتخذته قبل يومين، وينتظر تنفيذه خلال ساعات. وعبر وسوم أنقذوا أحمد صلاح وضد ترحيل أحمد صلاح لمصر، دعا الكثير من النشطاء الحكومة الكورية بالتراجع عن قرارها، كما طالبوا بتشكيل حملة عالمية لإنقاذ المعارض المصري. أنا هتقولي بنضغط ليه وبنستخدم ادوات ليه واحنا يعني مش داخلين في معركه او في حرب؟ احنا كل عايزين حاجه واحده بس، احنا بنطالب ان وزاره العدل الكوريه تلتزم بالقانون الكوري كما هي كوريا دوله قانون. السلطات الكورية مسؤولية حمايتي وعدم تعرضها للخطر. للحديث حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الكورية سول المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن عاطف، أرحب به. كما ينضم إلينا عبر الهاتف عبد الرحمن عبد الله، الناشط السياسي وأحد طالبي اللجوء في كوريا. أبدأ مع عبد الرحمن عاطف. عبد الرحمن، يعني كيف هي حالة أحمد صلاح؟ هو أحمد حاليا محتجز على خلفية القضية اللي تم اتهامه بها، وهي قضية ليست جريمة، يعني لم تعد من الجرائم الجنائية أو الشبهات الجنائية. وهو صدر قرار في الفترة الأخيرة خلال الأيام الماضية، قرار يتوجب عليه بترحيله قسريا إلى وطنه الأصل مصر. لكن إحنا في انتظار الأيام القليلة القادمة بالرد على الاستئناف، إما بالرفض أو القبول. ويعني هذه هي كارثة كبيرة وانتهاك كبير لمعايير حقوق الإنسان، والحكم في الشمول والعموم يخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها كوريا الجنوبية وعدة دول أخرى، منها اتفاقية الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 51، الذي نص في بنوده على أنه لا يجوز لأي دولة من المتعاقدين على من الموقعين على الاتفاقية عدم طرد اللاجئين أو عودتهم قسريا إلى وطنهم الأصل. لكن للأسف الشديد جدا في كوريا الجنوبية هناك تعنت وعنصرية تجاه طالبي اللجوء المصريين خصيصا منذ عدة سنوات. وهذه هي يعني ليست الكارثة الأولى التي تحط على رؤوسنا، بل انها الثالثه الرابعه الخامسه بعد طرد لاجئين وحبس لاجئين اخرون وهذا وترحيل عبد الرحمن اخرون. عاطف ياخذني الى سؤال، يعني انت تحدثت عن حالات ربما يعني شقيقه مينا دانيال، الحديث عن احمد المقدم، الحديث الان عن احمد صلاح. يعني احمد صلاح، هل احتمال ان يتم ترحيله الى مصر وارد، ام انه يتم تخييره اذا تم رفض لجوءه وطرده من كوريا، إلى أن يعني تخيره بأن يذهب إلى بلد يختاره؟ مع قرار المحكمة الماضي يعني نسبة ترحيله إلى دولة مصر هي نسبة أعلى بكثير من نسبة تخييره. يعني هذه القضية هي قضية مماثلة تماما لقضية أحمد المقدم وقضية صديق لنا هنا في كوريا الجنوبية تم إلقاء القبض عليه في المطار، وتم قرار وصدر قرار بترحيله إلى وطن الأصل. لكن في شق آخر لم تنظر له المحكمة للأسف الشديد، وهو الشق الإنساني. يعني
هذا الشخص المقيم الذي ارتكب جرم بعين النظام لديه قضيتان وليست واحدة. القضية الأولى وهي التي على أثرها تم اعتقاله وهي محتوى هذلي تم نشره وغيره. القضية الثانية هي قضية اللجوء الخاصة به، يعني أنا صدرت قرار بحبسه على هذه القضية افتراضا، وحبسه يعني ترحيله إلى وطني، لكن يتوقف هذا القرار بناء على القضية الثانية وهي قضية طلب اللجوء، لأنه معرض لخطر في حال العودة إلى الإقليم الذي معرض له للخطر فيه. وهذا يعني ياخذنا عبد الرحمن، نعم عذرا على المقاطعه عبد الرحمن عاطف، ياخذنا لنقطه البعض قال انه يعني ربما قضيه واحده قضيه اللجوء من الممكن التعامل معها، لكن هل من خلال هذه القضيه يعني توجه توجيه الى اللاجئين في كوريا الجنوبيه الا تكون هناك فيديوهات او تكون اراء سياسيه او تكون هناك اراء حتى في قضايا داخليه معينه وبالتالي يتم استخدامها ضد هؤلاء؟ بالفعل، لكن هو وضع أحمد الحالي بناء، يعني إذا تم تأكيد القرار يجب على الحكومة، هذا يعني نفس اللي بيحصل مع أحمد حدث مع شخص آخر منذ عامين سياسي حاصل على اللجوء بكوريا الجنوبية، يعني تم اعتقاله على خلفية تزوير بعض التأشيرات في الباسبور وصدر القرار بترحيله، لكن بعد صدور القرار لا يمكن ترحيله إلا بعد النظر قاضي آخر، قاضي الترحيلات ينظر إلى إقامته، إقامتك لاجئ، فينظر في قضية اللجوء إما بالقبول وإما بالرفض، إذا قبلت قضية اللجوء يلغى ما قبل قضية اللجوء ويعيد أحمد حياته من جديد داخل كوريا بإقامة لاجئ. طيب خليني عبد الرحمن عاطف، نعم خليني عبد الرحمن، أنت تحدثت عن وضع اللاجئين، خليني أذهب إلى عبد الرحمن عبد الله معي عبر الهاتف والحديث عن اللجوء وطالبي اللجوء. عبد الرحمن عبد الله، يعني أنت ناشط سياسي وأحد طالبي اللجوء في كوريا الجنوبية، يعني كيف هي أوضاع اللاجئين وهل يتم الفصل في طلبات اللجوء أم أن هناك تعنت كما يقول البعض؟ مساء الخير يا فندم. بخصوص وضع اللاجئين في كوريا عموما، هو يعني قولا واحدا هو وضع كارثي، ولأن اللي بيحصل في كوريا هو تعنت وتمييز عنصري ممنهج بتقوم به سلطات وزارة العدل الكورية، المفترض أنها دولة قانون والمفترض أن كوريا ماشية في كل مؤسساتها تحترم القانون ما عدا وزارة العدل، في انتهاكات ممنهجة من جميع الضباط في إدارة الهجرة ضد جميع طالب اللجوء، وده اللي عن شيء يدل على أن اللي بيحصل ده هي سياسة ممنهجة تحت رعاية وحماية وتوجيه مباشر من وزير العدل الكوري شخصيا، وأنا بقول الكلام ده وأنا قلته في كوريا، وحتى تحت اشراف البيت الازرق او اللي هو الرئيس الكوري، وده ليه اسباب، يعني عده اسباب انا ممكن احاول افصلها سريعا. هو ليه علاقه بالاسباب الداخليه او بطبيعه الشعب الكوري، وبرضه مرتبط بعلاقات كوريا الخارجيه. طبيعه الشعب الكوري للاسف، يعني هي العنصريه في كل دول العالم ما نقدرش ننكرها، لكن هي بتبقى تيار يميني او تيار شعبوي او تيار سياسي في كل دوله، لكن في كوريا الوضع مختلف. العنصريه في كوريا هي للاسف جزء من التكوين الثقافي للشعب الكوري، ده احد الاسباب، فده بيؤدي لان في عنصريه في كوريا ضد جميع ما هو غير كوري نقي، وحط خط تحت كلمه نقي، بمعنى ان حتى لو شخص نصف كوري ونصف غير كوري يتم التمييز العنصري ضده حكوميا وشعبيا. وصل الامر لان من عده شهور في شهر 11 اللي فات في شاب في يعني المراهق كده في المدرسه زمايله قتلوه لان هو طيب يعني عبد الرحمن عبد الله، يعني انت عذرا المقاطعه، انت تنقل صوره من وجهه نظرك، يعني نحن ليس لدينا الطرف الكوري حتى يرد بالمناسبه، حول انت اتهمت الرئيس الكوري ووزير العدل الكوري وحتى الشعب الكوري بالعنصري، وبالتالي انا سؤالي لك، يعني البعض ربما يطرح يا عبد الرحمن سؤال، لماذا لا يترك الشباب المصري الموجود الان كوريا ويذهب الى دوله اخرى؟ ما هو حضرتك الشباب المصري اللي ماذا ذهب لكوريا، هو لماذا ذهب الى كوريا من الاساس؟ كوريا هي احد الدول الموقعه لاتفاقيه حمايه اللاجئين 51 وبروتوكول 67، مثلها مثل الدول الاوروبيه وامريكا وكندا واستراليا، هي مختلفه تماما عن دوله زي ماليزيا او تركيا او بقيه الدول دي، لها وضع مختلف. هي دوله موقعه الاتفاقيه والمفترض ان هي عليها تعهدات والتزامات دوليه بتقديم الحمايه الكامله لطالبي اللجوء. ليه رحنا كوريا؟ لان كوريا كانت الدوله الوحيده من مجموعه الدول دي اللي كانت بدون فيزا للمصريين لحد
من عدة شهور قفلوا الدخول بدون فيزا واشترطوا فيزا مسبقة للمصريين علشان ينهوا موضوع طالب اللجوء، فده اللي ودانا كوريا. فما زلنا احنا في نفس المشكله. طب احنا هنروح فين؟ محتاج نفس المشكله، هنروح ازاي عشان نروح اوروبا او امريكا او كندا؟ محتاجين فيزا، والفيزا صعبه. حتى في كوريا حاليا اقامه طالب اللجوء اللي هي الاقامه المؤقته كانوا بيستاذنوها بثلاث شهور، يعني حتى ما نعرفش ناخد بيها فيزا سياحه مثلا لدوله زي تايلاند حتى نروح نقدم لجوء في اليو ان اتش سي ار. فهو هم مضيقين علينا وكاننا يعني وكاننا مختطفين في كوريا، يعني احنا قاعدين تحت رحمه كوريا لحين ما ينتهوا مننا ونيأس ونروح دول تانية لو عرفنا نروح او نرجع مصر وهم يسلمونا لمصر. فان احنا مختطفين يعني لحين شعار اخر. فوضعنا في كوريا صعب جدا. يعني معلش اكمل حضرتك نقطه بخصوص العنصريه. انا مش هتهم حاليا بقى بالعنصريه الصريحه، طبعا ده كل وسائل الاعلام العالميه نشرت الكلام ده ومعلن، لكن انا اقول لك جزء ثاني من اسباب العنصريه اللي بتحصل ضدنا او التعنت اللي بيحصل ضدنا، ده ليه علاقه بعلاقات كوريا الخارجيه. كوريا اللي غايب عن كتير عندنا في الوطن العربي او في الشرق الاوسط عموما، ان كوريا هي الغائب الحاضر في مستنقع ازمات الشرق الاوسط. كوريا موجوده في كل الازمات والناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، ابتداء من حرب العراق بالمناسبه ما حدش كتير بيتكلم في نقطه ان كوريا كانت صاحبه ثالث اكبر عدد قوات مشاركه في حرب العراق، ولحد النهارده لم يتم محاسبات سياسيه داخل كوريا والاعتذار عن الجريمه دي او حتى عالميا الاعلام ما اتكلمش عنها. كوريا النهارده في الايام اللي انا بكلمك فيها او في السنين الاخيره ليها علاقات قويه جدا بالامارات والسعوديه والنظام المصري، علشان كده في تعنت يعني مبالغ فيه غير العنصريه المعتاده ضد الاجانب عموما، لا ده ضد اللاجئين خصوصا وضد المصريين واليمنيين تحديدا بسبب علاقاتهم بدول الخليج. كوريا القوات العسكريه الوحيده المتواجده خارج الارض الكوريه حاليا هي موجوده في الامارات بتدرب قوات خاصه اماراتيه. كوريا ليها علاقات اقتصاديه قويه جدا بالامارات غير مبيعات الاسلحه، لذلك السعوديه كوريا بتصدر للسعوديه اسلحه بتستخدم في حرب اليمن. كوريا اسلحتها بتقتل الاطفال اليمنيين في نفس الوقت اللي بيتنكروا من اللاجئين اليمنيين في كوريا وبيطالبوا بتعويضهم. شكرا شكرا جزيلا عبد الرحمن عبد الله لهبوط اللاجئين اليمنيين. شكرا لك عبد الرحمن عبد الله الناشط السياسي واحد طالبي اللجوء في كوريا الجنوبيه. واعود الى عبد الرحمن عاطف. تبقى عبد الرحمن عاطف ما قاله عبد الرحمن عبد الله منذ قليل، يبقى رأيا له يعني حتى يؤكدوا أن في مصدر مستقل أو مسؤولين في كوريا. لكن أسألك يعني عن هؤلاء، مصير هؤلاء يعني كيف يتم مساعدتهم من خلال المنظمات الدولية، من خلال حملات معينة دولية لمساعدة هؤلاء؟ يعني دعني اولا اتوافق في الراي فيما قاله صديقي عبد الرحمن عبد الله. ثانيا للاسف الشديد منظمات حقوق الانسان تتهاون، بمعنى يعني احنا ذهبنا هنا عملنا زياره لمقر يو ان اتش سي ار كوريا الجنوبيه لبحث عده مشاكل خاصه بوضع طالب اللجوء، وطالبناهم في ظل ازمه ميناء دانيال بمحاولة ليهم بالتدخل وفقا لما نص القانون الدولي وميثاق 56. فأبلغونا بأنهم لن يتدخلوا وأن ليس بيدهم حيلة، وذكرنا لهم أن نص القانون الدولي قال أن الـ UNHCR يمكنها أن تكون طرفا محايدا في حين وقوع أزمة بين طالب اللجوء والنظام. دعني أقول لك أن بقاء طالب اللجوء في كوريا الجنوبية أصبح مرهونا بتعاملات النظام من شدة وقسوة أو رخاء ومنح للحقوق. الفترة الأخيرة غادر عشرات من كوريا الجنوبية لشعورهم بتسليمهم بعد رفض طلبات اللجوء. في الحقيقة العنصرية الموجودة يمكن أن نستقبلها بصدر رحب إن كانت من الشعب الكوري، لكن أتوافق فيما قاله صديقي أن العنصرية أصبحت مؤسسية ممنهجة ضد طالب اللجوء العرب، ليس اليمنيين والمصريين فقط بل العرب خصيصا، ونخص بذلك طالب الحقيقيين. شكرا لك عبد الرحمن عاطف المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر سكايب من سول الكورية. في سياق متصل أطلق مغردون مصريون حملة لإنقاذ جهاد الحداد نجل عصام الحداد مستشار رئيس المصري الراحل محمد مرسي والمعتقل داخل سجن العقرب جنوبي القاهرة، وتحت وسم
الحياة لجهاد الحداد. أطلق المغردون حملتهم بعد إصابته بتسمم غذائي أعلنت عنه والدته منى إمام منذ أيام على صفحتها الشخصية على فيسبوك. وقالت والدة جهاد الحداد في تدوين لها إن جهاد يدخل كل جلسة محمولا من العساكر لأنه لا يستطيع حتى الوقوف على قدميه بسبب عجز ركبتيه عن حمله، ثم يزحف على أريكة القفص الخشبية ليقترب من الزجاج العازل لنراه. وزادت كأنهم يتلذذون بآلامه التي لا تنتهي ولا تهدأ رغم المسكنات، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل المتجبرين الظلمة. للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتورة منى إمام والدة المهندس جهاد الحداد. دكتورة منى إمام، أرجو أن تحدثين عن حالة جهاد الحداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هو جهاد حضرتك من أكثر من 3 سنين حصل تمزق في أربطة الركبة، فبالتالي ما بيقدرش يقف. وأول ما بدأت المحاكمات في 2017 طلب من القاضي السماح بعلاجه، وفعلا القاضي أصدر أمر والنيابة بعلاجه وعمل اللازم، والأمر كان للسجن من قبل النيابة برضه، ورغم كده لم يتم علاجه ورفضوا إجراء أي وسائل علاجية أو تشخيصية لحالته، وما زال حتى الآن يعني حتى نقاط في إضراب عشان طلبا للعلاج وبرضه رفضوا، وحالته حالتهم الصحية عامة في العقرب كلهم متردية، مش جهات بس بس، والأكل سيء جدا حضرتك. فهو اللي حصل ان هو من الأكل جاله تسمم ومغص شديد جدا وحالة إسهال وإعياء، فجابوه يوم الجلسة من 10 أيام تقريبا، فقال لي أنا أغمى عليا، يعني بكل الكلام ده بالإشارة من خلف الزجاج في الجلسة، فاهمني ان هو أغمى عليه وكان متألم مغص وإسهال شديد من الأكل، وكان معايا أدوية ورفض ان هم يدخلوا الأدوية. وشفته يعني برضو من الخميس اللي فات كان مازال برضو في نفس وضعية الألم والإسهال بسبب الأكل، وللأسف شديد جدا حضرتك المعظم اللي في العقرب يعني العنابر اللي فيها العنبرين اللي فيهم الإخوان جلساتهم خلاص انتهت، يعني غدا إن شاء الله هي آخر جلسة في المحاكمة، ودي كانت وسيلتنا الوحيدة لأننا ممنوعين من الزيارة من 3 سنين، فدي كانت وسيلة الوحيدة للتواصل معهم معرفة أخبارهم وإمدادهم، يعني إن إحنا بنحاول نوصل لهم الأدوية لما بيسمحوا بدخولها، إنما إحنا يعني كل الأهالي المعتقلين اللي في القضاء الأخيرة الكبيرة اللي كان فيها الدكتور مرسي الله يرحمه كلهم في حالة قلق شديد جدا، لأن أنا ما أعرفش هطمن على ابني إزاي ولا هعرف أي حاجة عنه إزاي أو الأدوية اللي هيحتاجها، أو إن لأنهم عايشين على فيتامينات، هم في التريض بيبقى ممنوعين منه، وإذا طلعوا للتريض بيطلعوا في ممر داخلي من 2 سنين حضرتك ما شافوش الشمس. دكتورة منى معتقلي العقرب. نعم. دكتورة منى، يعني أنت تحدثت وقلت أنهم يعني هؤلاء كأنهم يتلذذون بآلام جهاد والمعتقلين، يعني كيف استنتجت هذا الأمر؟ طب حضرتك يعني ما المبرر لعدم عمل علاج لابني؟ إيه المبرر؟ والده محتاج لأسكرة قلبية بقاله 3 سنين بالضبط، 3 سنين من أول أزمة قلبية، وجبنا شهادات من أكبر دكاترة إن هو محتاج لأسكرة ضروري، وأخذنا أمر من المحكمة وخد إضراب عشان يعمل عملية الأسكرة القلبية، وحتى الآن رفض تام لإجراء العملية، وحالات كتير جدا، حالات كبد وحالات فتاء يعني حالات مستعجلة كتير جدا وجراحات عيون، ورفض تام لإخراج أي معتقل من معتقل إلى المستشفى لعلاجه. طب إيه السبب؟ مفيش أي سبب واضح، وكل العلاج هيكون على نفقتهم الخاصة. وبعدين عدم مفيش زيارات، طب إحنا نتواصل نعرف أخبارهم إزاي؟ يعني هل مطلوب إن إحنا نسكت عشان لغاية لما يموتوا؟ مفيش حل غير كده. لا طبعا. يعني ده الحاجة الوحيدة اللي هم طالبينها. الجلسات خلصت خلاص، بكرة آخر جلسة حضرتك. أنا هشوف ابني إزاي؟ أنا هشوف ابني بعد كده إزاي؟ هعرف أي أخبار عنه أو عن زوجي إزاي؟ ما فيش اي تواصل، مش مسموح باي صوره من صور التواصل، ما فيش حد بيدخل العقرب بقالهم اكتر من سنه دلوقتي، وانا اساسا زوجي لم اراه منذ 3 سنين الا من خلال الجلسات. دكتور عصام الحداد مستشار رئيس الدكتور محمد مرسي يعني برضه حضرتك. عصام الحداد. تفضلي. فهو ده محتاج حاله افكار قلبيه، محطوطين في زنزانه
بحضرتك. زنزانة انفرادي، أنا زوجي عنده 65 سنة في زنزانة انفرادي لا يخرج إلا نص ساعة في الـ 24 ساعة، زنزانة انفرادي أقل من 4 متر مربع. و65 سنة وفي حالة قلب. وبيجي له مرتين وثلاثة بيجي له آلام في الصدر وبيداوي نفسه بحبات تحت اللسان. طب ليه ما تتعملوش العملية؟ طب ده ما قالوا إيه من الضغوط والحر والزنزانة انفرادي و23 ساعة محبوس، لو مد إيديه يطول الحيطة يمين وشمال تحبسه 23 ساعة في اليوم، 23 ساعة ونص ما بيخرجش غير 30 دقيقة تريض خروج. يعني أنت حضرتك متخيل ده بالنسبة لهم المحكمة، قاعة المحكمة دي تعتبر مكان واسع من القفص اللي هم حاطينهم فيه العازل ده، رغم الحواجز الزجاج والحديد والأسلاك، إنما يعتبر مكان واسع. غير كده بيقعد في زنزانة بقالهم 6 سنين على هذا الوضع، 6 سنين على هذا الوضع. طب إيه المطلوب بعد ما تخلص المحاكمة؟ هيتقفل عليهم انتهى، مش هيعملوا فيهم إيه؟ طيب دكتورة منى، نعم دكتورة منى، إذا كان هناك من رسالة إلى المنظمات الدولية والحقوقية حول حالة جهاد الحداد وأيضا والده عصام الحداد، ماذا تقول؟ والله هو حضرتك يعني إحنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يستخلص كل هؤلاء المظلومين من أيدي الظلمة، ويسعى الجميع ان هو ان احنا نستنقذهم على الاقل توفير الحد الادنى من حقوق المسجونين، الحد الادنى اللي هو حقه في العلاج، حقه ان هو لا يحبس انفرادي اكتر من كده، 6 سنين انفرادي كفايه جدا في قبور تحت الارض ولا يرى الشمس، لا ما شافوش الشمس بقالهم سنتين وهم عايشين على الفيتامينات اذا ما اتخذتش منهم في التجريده. فالله عز وجل المستعان وربنا يستنقذهم. اللهم أمين يا رب. شكرا جزيلا دكتورة منى إمام، والدة المهندس جهاد الحداد وزوجة عصام الحداد، مستشار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. مشاهدينا المساء مستمرة وبعد الفاصل استاد مباشر وفيه